أهلا بكم مشاهدينا الكرام. أدانت وزارة الخارجية الروسية إعلان الانقلابيين في صنعاء تشكيل حكومة، وقبلها كانت وزارة الخارجية الأمريكية والبريطانية قد اعتبرت تلك الخطوة عرقلة لمسار المفاوضات بشأن التوصل إلى حل للأزمة في اليمن. في حلقة هذا المساء من زوايا الحدث نناقش الموقف الدولي من إعلان الانقلابيين حكومتهم في محورين: حقيقة الموقف الدولي من هذه الخطوة، ومصير الحل السياسي والإجراءات المتوقعة من قبل المجتمع الدولي. أعلن الانقلابيون حكومتهم في صنعاء، وهي خطوة من شأنها نسف كل ما تم إنجازه على المسار السياسي للأزمة اليمنية. وعلى الرغم من رفض القوى الدولية لهذه الخطوة، إلا أن ردة فعلها تبدو غير متوازنة مع ما يمثله هذا الإجراء من جانب الانقلابيين، والذي يدفع الأزمة نحو مسار أكثر تعقيداً. ردة الفعل هذه أثارت العديد من التساؤلات حول حقيقة الموقف الدولي ومصير كل المساعي الدولية بعد هذه الخطوة، التي يرى البعض أنها جاءت أساسا بعد حصول الانقلابيين على الضوء الأخضر من قبل القوى الدولية الفاعلة في الملف اليمني، عقب سلسلة من اللقاءات عقدتها قيادات الميليشيا مع ممثلي هذه القوى في مسقط، والتي ربما تهدف إلى الضغط على الحكومة الشرعية للموافقة على خارطة ولد الشيخ. قبل أن نبدأ النقاش نذهب لمتابعة هذا التقرير. مرة أخرى يبدو المجتمع الدولي في مواجهة حقيقية مع مقترحاته للحل في اليمن، مع استمرار وضع العراقيل أمامها من قبل تحالف الانقلابيين. في الواقع كانت لهجة القوى الدولية عائمة في إدانتها لخطوة إعلان الحكومة من قبل ميليشيا الحوثي وحليفها الرئيس المخلوع، وهو ما يعزز وجهة النظر القائلة إن هذه الخطوة لم تأتي إلا وفقا لضوء أخضر من قبل بعض القوى الدولية المؤثرة في الأزمة اليمنية بغرض الضغط على الحكومة للموافقة على خارطة الحل التي قدمها ولد الشيخ، خصوصا وأن إعلان الحكومة جاء مباشرة بعد سلسلة لقاءات عقدها الانقلابيون مع هذه الأطراف في العاصمة العمانية مسقط. وعلى الرغم من أن خطوة الانقلابيين بإعلان حكومتهم في صنعاء كانت بمثابة رصاصة الرحمة على جهود الحل السياسي في البلد، إلا أن ردة الفعل الدولية لم تكن متوازية مع ما تمثله هذه الخطوة، واكتفت بالقول إن من شأنها عرقلة الحل دون الإشارة إلى أي إجراءات يفترض اتخاذها بحق الانقلابيين في صنعاء. المبعوث الأممي لليمن إسماعيل الشيخ أحمد قال إن اليمن يمر بمرحلة دقيقة، فيما تصرفات ميليشيا الحوثي والمخلوع الأخيرة تزيد الأمور تعقيداً، وأن هذا القرار يتعارض مع الالتزامات التي قدموها إلى الأمم المتحدة وإلى وزير الخارجية الأمريكي خلال لقائهم معه في مسقط. وهكذا قال في المرات السابقة عند إعلان الانقلابيين مجلسهم السياسي قبل أشهر، لكن لم يتغير شيء فيما انطلقت مقترحاته للحل تبحث في زوايا أخرى عن حل لا تزال الحكومة الشرعية ترفض التعامل معه حتى اللحظة. في هذه اللحظة التي يبدو فيها الحل اليمني وقد أصبح جزءا كبيرا منه مرتهنا بموقف القوى الدولية، يبدو الموقف الدولي غير مكترث بكل العراقيل التي توضع أمام الحل، وهو ما يراه المتفائلون. أما المتشائمون فيذهبون إلى القول إن المجتمع الدولي يرغب من خلال هذه المواقف إطالة أمد الحرب في اليمن حتى اللحظة التي تستقر فيها الرغبات الدولية على حل شامل لكل أزمات المنطقة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونبدأ نقاشنا مع الباحث والمحلل السياسي الذي ينضم إلينا من الدوحة السيد جمال المليكي. مرحبا بك سيد جمال. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك سيد جمال. صدرت حتى الآن عدد من المواقف الدولية الرافضة لخطوة الانقلابيين بإعلان حكومتهم في صنعاء، بحسب قراءتك كيف كانت ردة الفعل الدولية حتى اللحظة؟ هو ردة الفعل من المنطقي جدا أن يتم رفض هذه الخطوة، لكن الغريب أن الذي جرأ الحوثيين على اتخاذ خطوة كهذه هي مواقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدلال الذي تتلقاه هذه الجماعة الميليشياوية وجماعة وميليشيات علي عبد الله صالح من المجتمع الدولي طوال كل الأشهر الماضية. نعم. هذا الدلال وهذا المنطق في التعامل الذي لا يتناسب ولا يتناغم مع طبيعة هذه الجماعة هو الذي جرأ جماعة الحوثي وميليشيات علي عبد الله صالح في اتخاذ خطوة في هذا الاتجاه. وبالتالي ما تحتاجه اليمن ليس الرفض بعد أن تحدث هذه الخطوة، ما تحتاجه اليمن هو الضغط على هذه الميليشيات، هو التعامل مع هذه الميليشيات بالمنطق الذي يوقفها، بالمنطق الذي يجعلها
يعني لا تتخذ مثل هكذا خطوات. اما ان يتم دلال جماعه الحوثي وميليشيات علي عبد الله صالح وبعد اتخاذ المواقف او موقف كهذا كموقف يعني موضوع الحكومه تاتي موقف الرفض، اعتقد ان هذا شيء غريب. نعم سيد جمال، برأيك ما الذي من المفترض أن كان تقوم به هذه الدول تجاه هذه الخطوة؟ نحن أمام ميليشيات مسلحة اجتاحت المدن ولغمت الطرق ولغمت القرى. العالم اليوم عالم له قوانينه، وهناك قوانين يتم التعامل مع من يخرق القوانين ويتعامل مع المجتمعات بهذه الطريقة. لم يتم التعامل مع جماعة الحوثي ولا مع ميليشيات علي عبد الله صالح وفقا لهذا المنطق، وإنما تم التعامل معهم وكأنهم فصيل سياسي. التعامل معهم وكأنهم فصيل سياسي هو هذا الخطأ الجوهري والخطأ الجذري الذي يجريهم على اتخاذ هكذا خطوات. إذا المطلوب من المجتمع الدولي هو أن يعرف الصراع في اليمن، لا يتعامل وكأن هناك أطراف متنازعة. نعم سيد جمال، حتى حكومة هادية شرعية وتعاملت معهم كفصيل سياسي عندما قبلت بالدخول معهم بحوار سياسي ابتداء من جنيف وحتى الكويت وما تلاها. نعم كان هذا في بداية الإشكالية قبل أن تجتاح جماعة الحوثي المدن والقرى بهذه الشراسة وبهذه البشاعة، قبل أن تسقط الدولة، قبل أن تسقط القانون. وكنا نقول أن هذا خطأ حتى في هذا التعامل بتلك الصورة، ولكن نحن نقول اليوم أن المجتمع. نعم ولكن سيد جمال، نحن نتحدث عن هذه التحركات الدولية واللقاءات بعد 6 أشهر من اجتياح المدن. نعم هو الذي حصل هو أنه تم تعريف الصراع بطريقة خاطئة. نعم. بناء على تعريف الصراع بطريقة خاطئة كانت هناك خطوات خاطئة قادت إلى اللحظة التي نحن فيها. نعم، وبعد هذه الخطوات الخاطئة ما المفترض أن يتم الآن؟ هو اللغة التي يتعامل بها المجتمع الدولي والأمم المتحدة هو يقول رسالة واحدة تصرخ في وجوهنا. هذه الرسالة تقول أنه لابد على الشرعية والتحالف أن يقوم بأمرين اثنين. الأمر الأول هو الاتجاه نحو الحسم العسكري مهما كانت، للأسف الشديد أقول هذا الكلام، لسنا دعاة حرب ولكن هذا هو المنطق بعيدا عن العاطفة. هو الاتجاه نحو الحسم العسكري، هذا في اتجاه. الاتجاه الثاني هو إدارة المناطق المحررة بشكل دعيني أقول يصنع نماذج حية في المناطق المحررة. التحالف والشرعية أعتقد أنهم بحاجة أن يقوم بخطوات اتباقية، بخطوات لا يتحول فقط إلى ردة فعل وإلى انتظار التصريحات وماذا سيرفض المجتمع الدولي وماذا سيقبل. إذا كنا في هذا المربع سنسمع ما هو أسوأ من تشكيل الحكومة للأسف الشديد، وسنسمع ما هو أسوأ من هذه المواقف. لذلك على التحالف والشرعية أن يكونوا هم الفعل ولا يكونوا هم في مكان ردة الفعل ولا في مكان الانتظار للتصريحات وماذا سيقول العالم عن الحوثيين. نحن لا نحتاج أن ننتظر العالم ماذا سيقول عن الحوثيين، نحن نحتاج أن نحسم أمر واقع على الأرض وأن ندير المناطق المحررة بشكل مختلف عن الحال التي. نعم سيد جمال، على ذكر الحكومة وأدائها، ما الذي تغير في أداء الحكومة حتى نستطيع الآن أن نراهن عليها أن تثبت أو على أنها قادرة على أن تدير المناطق المحررة؟ هو نحن نقول منذ البداية أن هناك انتقادات كثيرة جدا ونحن نتحدث عنها. نعم. لذلك عندما يطرح السؤال ما الذي علينا أن نفعل؟ ليس علينا أن نفعل أن ننتظر العالم، ولكن ما نستطيع أن نقوله هو أن يقوم التحالف. نعم. والشرعية بخطوات دعيني أقول خطوات استراتيجية، خطوات استباقية، خطوات مختلفة عن الماضي، بحيث تثبت للعالم أننا متجهون نحو الحسم، وبالتالي ستتغير مواقف العالم وسيتم تضييق الخناق على الحوثيين وجماعة علي عبد الله صالح. ما لم تقوم الشرعية والتحالف بذلك لن تكون هناك نتائج حقيقية على الأرض، ولن نسمع إلا ما هو أسوأ مما نحن فيه. نعم اتضحت الصورة. سيد جمال المريكي تفضل بالبقاء معي واسمح لي لأن أشرك معنا في الحديث من مسقط الباحث والأكاديمي العماني الدكتور عبد الله الغيلاني. مرحبا بك دكتور عبد الله. مرحبا بكم، أهلا وسهلا. أهلا بك دكتور عبد الله. أكثر من 48 ساعة على إعلان تشكيل حكومة بين تحالف الحوثي وصالح، ولم تجد أي اعتراف دولي حتى الآن من قبل حليفها الإيراني. كيف يمكن فهم هذا الموقف؟
بسم الله الرحمن الرحيم. اولا من الناحيه العمليه هذه الخطوه التي اتخذها الحوثيون وعلي عبد الله صالح، من الناحيه العمليه الاستراتيجيه ليست لها قيمه. يعني هي لا تشي بتحول جذري سواء في السياسات او في ميزان القوى، ولكن من الناحيه النظريه اريد لهذه الخطوه ان توظف سياسيا. بمعنى اولا هي جاءت بعد اعلان مسقط الذي اعلن على لسان وزير الخارجيه الامريكي قبل بضعه اسابيع ان هناك اتفاق، وضمن ما جاء في هذا الاعلان هو دعوه الى تشكيل حكومه وطنيه. فهذه الخطوه خطوه تشكيل حكومه انقاذ وطني جاءت بعد هذا الاعلان. هي جاءت ايضا بعد المبادره التي اعلنها المبعوث الاممي ورفضتها بطبيعه الحال الحكومه الشرعيه، ولكن جاء في هذه المبادره ايضا دعوه الى تشكيل حكومه وطنيه. حكومة وطنية دكتور بين حكومة وطنية بين عقب اتفاق سياسي شامل لمختلف الأطراف اليمنية وليس سوى الحوثيين وصالح. نعم، هذا 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 الذي عانيته من الناحية النظرية. أريد لهذه الخطوة أن تكون رافعة سياسية، أن توظف سياسيا في ظل كل هذه التداعيات. ومضحك تماما أن تأتي هذه الخطوة بعيد هذه المبادرات، مبادرة المبعوث الأممي ثم عقبها المباحثات في مسقط والتي كان من ضمن بنودها المعلنة واللي كان الحوثيون طرف أساسي فيها، من بنودها المعلنة الاتفاق أو التوافق على تشكيل حكومة وطنية. هي من باب السخرية أن يضعوا العرب أمام الحصان وأن يخطوا هذه الخطوة. ولكن دعيني أقول شيء مهم جدا، هذه التفاصيل ينبغي ان لا تعنينا كثيرا، لانها من الناحيه العمليه ليست لها قيمه، حتى من الناحيه الدستوريه. المجلس السياسي الذي شرع في تشكيلها للحكومه ليست له صفه دستوريه، وبالتالي كل ما ينتج عن هذا المجلس ايضا ليس له صفه دستوريه. ولكن القراءه السياسيه لهذه الخطوه هي المهمه. ماذا اراد الحوثيون بهذه الخطوه؟ ما هي الرساله التي يريدون ايصالها للعالم؟ أنا في تقديري طبعا الجامعة العربية نددت بهذه 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 الخطوة واعتبرتها كأن لم تكن، لكن هذا التنديد ليست له قيمة. الذي أريد أن أقوله الآن ما هي الدلالات السياسية، ما هي الدلالات الاستراتيجية لهذا ما يمكن أن تسميه العبث الحوثي في الأزمة اليمنية؟ أنا يبدو لي أن هناك توافق إقليمي وتوافق دولي على أن الأزمة اليمنية قد دخلت مرحلة جديدة. عنوان هذه المرحلة هي منح مشروعية للحالة القائمة الآن، بمعنى أن القرار الأممي 2016 الذي أصدره مجلس الأمن لم يعد قائما عمليا الآن، بمعنى أنه كأن العالم يقترب من القبول بالحالة الحوثية كشريك ليس فقط سياسي وإنما شريك عسكري. في الماضي كانوا يريدون او كانوا يتجهون الى اعاده انتاج الحوثيين لانفسهم بحيث يتحولوا الى قوه سياسيه في اليمن. الان هذا لم يعد مطروحا من الناحيه العمليه، وان كان نظريا قائم بدليل ان الحكومه الاخيره هذه لم يعترف باحد، لكن عمليا كان هناك اقتراب من هذه المساله، بمعنى التسليم بالامر الواقع، الاعتراف بالحوثيين بالخارطه السياسيه القائمه اليوم في اليمن. حقيقة هذا تحول جذري. المفارقة في هذه المسألة كلها ان احنا نرى طرفي الصراع المباشرين، الحوثي وعلي عبد الله صالح من جهة، الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس هادي من جهة اخرى. نرى ان هناك عجز شبه كلي عند الحكومة الشرعية، هي مستطيعة بغيرها، مستطيعة بالتحالف، مستطيعة بما يمدها به الحليف الاقليمي، بينما الحوثيون رغم انهم ايضا يستندون ويتكئون على ايران، ولكن هناك قوه نسبيه عند الحوثيين. حكومه هذه الحكومه الشرعيه لا تملك شيئا من هذه القوه، لا على المستوى العسكري، لا على المستوى السياسي، لا على المستوى الاقتصادي، عاجز عن توفير الحد الادنى من الاساسيات في المناطق المحرره. هذه المفارقه تشكل جراي زون، تشكل المنطقه الرماديه التي يتحرك فيها الحوثيون. فحتى يعتدل ميزان القوى لصالح الحكومة الشرعية، يجب أن تخطو خطوات عملية إلى الأمام بحيث أن تغير أو تحدث تحولا في ميزان القوى هذا، ولا تكون مستطيعة بغيرها فقط. نعم
تتكي على التحالف، تستند الى التحالف، ولكن هناك جزء من القوه ينبغي ان يكون قوه ذاتيه عند الحكومه، وهي الى هذه اللحظه احسب انها لا تمتلك شيئا من هذه القوه. دكتور عبد الله، اسمح لي ان انقل هذه النقطه الى ضيفي جمال المليكي. سيد جمال، كما استمعت لحديث الدكتور عبد الله تحدث عن ان الحكومه لم تستفد من دعم التحالف وتدخله في اليمن وفي اداره المناطق المحرره واداره البلاد، وانها لم تستطع تغيير موازين القوى بعد كل هذه الفتره. أولاً بدي أقول أني أتفق مع هذا إجمالاً، وإن كان هناك بعض التفاصيل الذي استطاع التحالف والشرعية أن يحرروا بعض المناطق لو تكلمنا عن الفترة الزمنية، لكن بالفعل نحن بحاجة كما قلت قبل يعني قبل قليل بأننا بحاجة أن تقوم الحكومة الشرعية والتحالف بخطوات استباقية تعيد حتى ثقة المواطن الموجود سواء في المناطق المحررة أو في المناطق التي تحت إدارة الحوثيين. نحن بحاجة أن نخاطب المواطن بأعمال وليس بأقوال، لأنه هذا جزء كبير من المعركة وجزء مما يستثمره يعني بشكل عكسي تستثمره جماعة الحوثي وميليشيات علي عبد الله صالح. وبالتالي كما قلت مرة أخرى، نحن بحاجة إلى خطوات استباقية وخطوات استراتيجية يقوم بها التحالف والحكومة الشرعية. وللأسف الشديد حتى هذه اللحظة ليس هناك ما يبشر بأنها ستقوم بشيء من هذا القبيل. هناك نقطة مهمة للغاية عن موضوع التحالف وصف التحالف. دعونا نكون أكثر صراحة، يعني اليوم بحاح على سبيل المثال يقوم بجولات في دول أوروبا ويسوق للمبادرة التي أعلن التحالف أنه ليس معها، بينما بإعاز من دولة من دول التحالف يقوم بحاح بتسويق هذه المبادرة وأنها الحل، ويلقي المحاضرات في دول مثل بريطانيا وغيرها بأن الحل الوحيد هو المبادرة مبادرة كيري التي أعلنت التحالف رفضها. إذا نحن أمام إشكالية حتى داخل التحالف وداخل صف التحالف نفسه. هذا يجعلنا يعني نستغرب ويجعلنا ربما نفسر جزء من هذا الخلل الموجود الذي بلا شك سيستثمره علي عبد الله صالح ويستثمره الحوثيين، بالإضافة إلى موقف المجتمع الدولي الغريب والمريب من وجهة نظري. تقرأه جماعة الحوثي وعلي عبد الله صالح على أنه ضوء أخضر في اتخاذ خطوات أحادية الجانب باتجاه حكومة أو غيرها. سيد جمال، إذا ما الذي ما زال متاحا أمام المبعوث الأممي ولد الشيخ الذي كان من المقرر أن يذهب إلى عدن خلال الأيام القادمة؟ هل ما زال سيذهب وهل ما زال هنالك قيمة لهذه الزيارة؟ هو لم يتغير موقف المجتمع الدولي ولا الأمم المتحدة ولا ولد الشيخ ما لم تكون هناك مدخلات جديدة. المدخلات الجديدة يقوم بها التحالف والحكومة الشرعية. ما لم يقوموا بهذه الخطوات لن يتغير شيء، سيبقى المزاج الأممي ومزاج المجتمع الدولي بهذه الطريقة التي يستفيد منها جماعة الحوثي وعلي عبد الله صالح. لذلك نحن بحاجة أن نرسل رسائل عملية للعالم بأننا متجهون نحو الحسم أيا كانت مواقف العالم. سيقول هناك من سيقول انه هناك ضغط دولي وضغوط على التحالف والمملكة العربية السعودية، هناك هوامش كثيرة جدا يمكن العمل عليها ولم يتم استثمارها حتى هذه اللحظة. ودون ان نفعل ذلك، دون ان يكون هناك خطوات في اتجاهين، اتجاه عسكري واتجاه إدارة للمناطق المحررة بشكل سوي وبشكل صحيح، لن يحدث اي تغيير من قبل المجتمع الدولي. نعم، إذن السيد جمال المليكي المحلل والباحث السياسي كنت معنا من الدوحة، شكرا جزيلا لك. إذن بالعودة إليك سيد عبد الله الغيلاني، دكتور، في المرة السابقة رفض المجتمع الدولي المجلس السياسي المعلن من قبل الانقلابيين، ثم بعدها ذهب المبعوث الأممي لتقديم خارطة حل تنحاز لرؤية الميليشيا. ما الذي يمكن أن نتوقعه من المجتمع الدولي بعد هذه الخطوة الجديدة؟ المجتمع الدولي يبدو لي أنه قد حسم أمره ويمتلك رؤية واضحة. المشكلة هي عند الطرف الآخر، عند الحكومة الشرعية التي لا تملك رؤية ولا تملك مشروع في إدارتها للصراع في اليمن. المجتمع الدولي كما أسلفت قبل قليل يبدو أنه قد يعني وصل إلى قناعة بمنح المشروعية للخارطة السياسية القائمة، تثبيت الأمر يعني الواقع. نحن لا ننسى أن هذا كله يحدث في ظل تحولات دولية أيضا لها انعكاسات على الوضع الإقليمي. هناك حكومة أمريكية قادمة في واشنطن، هناك اقتراب اليمين الفرنسي يقترب من يعني قصر الإليزيه،
وإذا حدث هذا فستكون له انعكاسات لأنهم قريبين جدا من إيران التي هي يعني تعد الداعم الرئيسي للحوثيين. فهناك تحولات دولية، يعني هذه التحولات الإقليمية على مستوى الأزمة اليمنية تحدث بضد تحولات دولية. نعم، إذا دكتور عبد الله، إذا إن كانت الخريطة الدولية دكتور عبد الله، إن كانت التحولات الدولية والخريطة الدولية بصالح الحوثيين، ما الذي يدفعهم للانقلاب والقيام بهذه الخطوات الأحادية الجانب؟ هذا ليس انقلابا، يعني الوضع في صنعاء لم يتغير. يعني أنت لو نظرت حتى إلى تشكيلة الحكومة لا تزال المواقع يعني الفاعلة بيد الحوثيين، الدفاع بأيديهم، المالية بأيديهم، تم إعطاء رئاسة الوزارة والخارجية والداخلية لعلي عبد الله صالح، لكن المتحكم في مفاصل الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في صنعاء هم الحوثيين. هذه خطوة نظرية، خطوة أريد لها أن تلعب دورا سياسيا فحسب، ليس لها أي انعكاسات على الواقع. لكن دعيني أكمل ما يعني بدأته. يعني الثغرات الكبرى التي أراها اليوم في يعني الأزمة اليمنية تتمثل في التالي: هناك صراع أجندات خفي في مكونات التحالف، هذا لم يعد خافيا على أحد، لم يعلن، هم لم يعلنونه، ولكن القراءة السياسية الحصيفة تشي أن هناك يعني صراع أجندات في داخل التحالف نفسه. نعم. واحد. اثنين، هناك إرادة دولية لتثبيت الأمر الواقع. المشكلة أن حكومة هادي والتحالف لا يملكان القدرة على التصدي لهذه الإرادة الدولية. أيضا كما أشرت مرارا في هذه المحادثة أن الحكومة الشرعية يبدو أنها عاجزة من ناحية استراتيجية ولا تملك مشروع أو رؤية، والمنقذ لها في هذا يعني أن تجترح مشروعا عسكريا ومشروعا سياسيا حتى تكون فاعلا سياسيا نافذا في الأزمة اليمنية. هي اليوم يعني للأسف يعني يؤسف المرء أن يقول أنها طرف يعني في تعيش على الحواشي وليست في قلب الصراع، هي تأتمر بما يأتيها إما من اللاعب الدولي أو من اللاعب الإقليمي، وهذا سيطيل يعني عمر الأزمة اليمنية ما لم تستعد حكومة هذه شيء من القوة الاستراتيجية تمكنها من حضور فاعل. نعم دكتور عبد الله، بخصوص هذه النقطة، أنت تحدثت أيضا ضيفي جمال الملكي عن خلاف أو صراع داخل التحالف، كيف للحكومة اليمنية أن تملك زمام الأمور وأن تقوم بمشروع بوجود هذا الخلاف الذي تحدثت عنه؟ أنا أحسب أن الحكومة اليمنية تملك كثير من المقومات. القوة السياسية في اليمن المنحازة إلى الشرعية يمكن أن تأتلج وتبلور مشروعا سياسيا. طبعا نحن نعلم أن بعض دول التحالف لها مواقف، يعني إذا أردنا أن نسمي الأشياء بأسمائها، يعني الفصيل السياسي الأكبر في اليمن اليوم هو التجمع اليمني للإصلاح، وهذه الكتلة السياسية الكبرى القادرة على إحداث تحولات في الصراع هي مرفوضة من كثير من دول التحالف اليوم. حكومة هذه لا تملك مشروع سياسي. أيضا الحكومة اليمنية تستطيع أن تبني جيشا وطنيا قادرا على مقارعة ومنازلة الحوثيين، هذا لم يحدث إلى الآن، هي جيوب مقاومة هنا وهناك. التحالف كأنه لا يريد، أيضا هناك تمنع من التحالف في الإقدام على بناء جيش وطني يمني مهني عالي التدريب، هناك تحفظ على هذه الخطوة. وأنا أقول ما لم تمتلك حكومة هذه يعني قوة استراتيجية وقوة يعني مشروع سياسي، وبالتالي تخرج من حالة الارتباك. نعم دكتور عبد الله، لا يمكن للحكومة أن تكون فاعلة في ظل عدم امتلاكها للموارد. العامل الاقتصادي يلعب دور كبير دكتور، ودائما ما يرجعون الحكومة لهذا الأمر. أنا أتصور أن الشعب اليمني يعي أنه يعبر أزمة خانقة، وبالتالي الشعب اليمني قادر على التضحية وعلى الصبر. اللحظة الآن هي ليست لحظة بحث عن رخاء ورفاهية، بل هي لحظة صبر ومجاهدة ومرابطة خروجا من هذه الأزمة. المشكلة أن الحكومة لم تقدم رؤية، لا رؤية سياسية ولا مشروع عسكري تستطيع من خلاله أن 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 أن, أن تصابر وأن تراب وأن تتحول إلى فاعل سياسي قوي في الميدان. هي ما زالت في حالة يعني رضيت بنفسها أن تكون ضمن حالة التجاذبات بين دول التحالف وبين اللاعبين الدوليين. نعم، إذا ممكن أن تفعل شيء،
نعم، إذا دكتور عبد الله الغيلاني الباحث والأكاديمي العماني كنت معنا من مسقط، شكرا جزيلا لك. بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى نهاية هذه الحلقة من زوايا الحدث. لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي، كان معي من الدوحة الباحث والمحلل السياسي جمال المليكي، وكان معي من مسقط الدكتور عبد الله الغيلاني وهو باحث وأكاديمي عماني. هذه تحياتي أنا أمل علي، وهي لكم من الإعداد من زميلي كمال حيدرة. نلقاكم على خير.